بعد هذا استقبال القبلة. Bundan giyinki namazın şartları yüzün kıblaya vuru. نعم. لابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر. Sözsüz adam degen bardık namazlarda yüzün kıblaya vuruş gerek. Farz namaz bol bolsun, namaz safar nafil namaz bol bolsun, je adam safarda bolsun, je uyunda bolsun. نعم. إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت به الراحلة، القطار، السيارة، الطائرة، الباخرة، النافلة فقط. أما الفريضة لابد يقوم واستقبل القبلة. بير إلى جالغز خنا آدم ديجن سفر دا جرجن بوسو خنا جزون قيصل جاكت قرب ترجن بوسو قبلة نبور بايلة وشول جاكت قرب نماز وقوي برجن بوسو وشول قول بولت نماز. نعم. فهو قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يسأل عن القبلة أو ينظر مثلا في الجهات حتى يعرف القبلة والله أعلم. Demek namazda okurdan orada sözsüz adam kıblanı kayakta kendini adamlardan soruş gerek. Cevabı olsa iki cakta tarafta karab kıbla kayakta kendini bilip durup bana namaza giriş gerek. Allah sakşa biliyor.